السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي واخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم كوزين ام زد. اليوم جبت لكم 15 كلمه اسبانيه اكثر شيوعا اللي تقدروا تستعملوها، يعني اذا مشيتوا سياحه ولا مشيتوا ايش نهار تقداو في سبته ولا في اي مدن اسبانيا المجاوره تقدر هذه الكلمات تنفعوكم. هذه الكلمات ماشي فقط في اسبانيا، فقط كذلك تقدر تنفعكم حتى في الدول اللاتينيه، تقدر تستعملوها باش ديباني راسكم. وهذه الكلمات سهلة جدا، ما نمشيوش حنا نعقدوا الامور، نجيبوا شي كلمات صعابين، كلمات سهلة بزاف وتقدروا تحفظوهم وتقدروا تعلموهم دغيا. المهم اخواتي كما كتعرفوا اول حاجة كنتعلموها في اي لغة هي تخرج العينين. لا لا اخواتي، اول حاجة اللي نتعلموها هي الصواب، التحية، الشكر، المسائل بحال هكذا، شي حاجة اللي غنبداو بها دائما الحوار ديالنا. في الاسبانية الكلمة المشهورة في التحية هي كلمة اولا، كلمة اولا، وكاين كلمات أخرى أنا ما نجيبكمش التعقيدات بحال هذيك بوينوس دياس، بوناس تارديس، بوناس نوتشيس، يعني ما ينفعكمش. حتى الإسبانيت هما بنيت قليل فيك يستعملوها، كمل بهم إذا دخلتي أي موطع، كنتي في شي موطع ودخل عليكم شي إسباني عيقول لكم، عيدخل عيقول لكم اولا، هذه التحية الرسمية ديالو، يعني ما حتاش يتعلم هذيك بوناس تارديس، بوناس كيف كيعقدوها بعض الإخوان. كذلك في الساعة اللي غنبغي نتوادع مع شي واحد كلمة اديوس، اديوس شويش رجعت دي موضة، يعني ما بقاتش موضة، يعني إذا قلتي اديوس عندها واحد اللكنة ديالها بحال نقولوا عندها واحد اللكنة بحال أنتنا ذاهب دون رجعة، يعني الكلمة يعني باش تتوادع مع شي واحد أحسن كلمة هي أستا لويغو، كيستعملوها الإسبان كاملين بهم أستا لويغو، سهلة مهلة أستا لويغو، كيف قلنا أولا باش للتحية وأستا لويغو إذا بغيتي تتوادع مع شي واحد. وكذلك الكلمة الأخرى اللي خصنا نتعلموها هي غرافياس، غرافياس هي الشكر، شكرا. حنا دائما كنحاولوا نقولوا شكرا جزيلا، شكرا بزاف، لذا هما دائما خصك تقول شكرا بزاف، يعني موتشا غرافياس، موتشا يعني بزاف، غرافياس هي شكرا، شكرا جزيلا، موتشا غرافياس. كذلك عندنا الكلمة الأخرى هي الفعل الأكثر شيوعا والأكثر استعمالا هو فيربو كيرير، فيربو كيرير هي كنبغي، يعني هو البيرسوناج اللي نحتاجه دائما هي كنهضر على راسي، دائما كنقول أنا باغي، أنا باغي، دائما نحتاج هذه الكلمة هذه هي بالإسبانية جو كييرو، ولا بلا ما تقول لك جو قول عي كييرو، دائما أي حاجة بغيتيها كتقول كييرو كتشير بيدك عيفهمك شنو خصك، كييرو أونا. مثلا كنتي في المطعم عتقول له جا هذاك جا عندك كاماريرو عتقول له كيرو اونا امبورغيسا اونا نو سي كي اونا نو سي كوانتو اللي بغيتي، المهم اي حاجه كتقول له كيرو يعني خصني، او اونا كنعني به شحال خصكم واحده ولا جوج، اونا دوش تريس ارقام تقدروا تحسبوهم على الاقل حتى 10. من نمج الكلمه مشهوره تي كيرو، تي كيرو زعما كنبغيك، يا تي يعني انت، كيرو يعني كنبغي، كيرو كنبغي. وطبيعة الحال أي واحد قدمنا شي حاجة ولا عطانا شي مساعدة ولا عاوننا في شي حاجة، طبيعة الحال غنقولوا له غنطلبوها له بالفضل، يعني غنقولوا له بور فابور، من فضلك، يعني طلب منه بالصواب والأدب، من فضلك خصني واحد الحاجة دائما. والكلمة اللي مشهورة عندهم هي بور فابور، بور فابور سهلة، بور فابور أعطيني هذا، بور فابور كيرو اونا، هذا رجعنا الكلمة اللي قلنا بور فابور كيرو اونا بيتزا مثلا، بور فابور كيرو اونا نو سي كي. كذلك الكلمة الأكثر شيء اللي نحتاجوها بزاف هي الكلمة دو الأسف، يعني كتأسف من شي واحد ماشي في الطريق كتصور مبهوط في الدنيا تماك، مبهوط كتشوف تماك شي حاجة، دخلتي في شي واحد ما تخرجش في عينك طبيعة الحال، غتطلب منه المسامحة، المسامحة هي سهلة بيردونا، بيردونا سهلة بحال فرونسي تقريبا الفرونسي بيردون، باللونجلي سوري كيف يقولوا باللونجلي، بالإسبانية بيردونا. وكذلك هذه الكلمة هذه تقدر تستعملها هي في الساعة مثلا بغيت عيط لشي واحد، ما تعيط له شي واهية ولا شي حاجة، تعيط له بهذه الكلمة هذه بيردونا، واحد يدور لعندك يقول لك سي شنو كي كيرس. طبيعة الحال غنمشيو سياحة ضروري غنحتاجو ناكلو، ما نبقاوش صايمين بطبيعة الحال، لذا إذا مشيتي لأي ريستورانتي خصك تسقسي، غيبقى لك الشك، يعني الشك في راسك
بان هذه الوجبه اللي تقدمت لك ولا الوجبه اللي خصك دينا عجباتك في الشارع بغيتي داكله غتسقسي واش فيها يا واش فيها الحلوف. الحلوف بالاسبانيه هي خامون ولا ثيردو. خامون ثيردو، اما تقول خامون واما ثيردو، يعني عنده جوج الاسماء. دائما غتسقسي ملي عاد مشيتي بغيتي تشري شي حاجه غتسقسي واش فيها خامون واش فيها ثيردو، حفظ واحده فيهم واش فيها اكثر يا خامون، كتقول له واش فيها الخامون هو كيقول لك سي ولا نو. كذلك من بين الكلمات اللي خصنا نحتاجوها هذه هي هذه الكلمه هذه هذا الفيربو هذا ولا هذا الفعل هذا خصنا نحفظوا ثلاثه نستافدوا منها، اي خصنا نحفظوا ثلاثه ديال بيرسون، يعني نحفظ فيه انا انت وهو ولا هي، يعني هذا فيربو هذا الفيربو هو تينير اللي كيلعب نفس الدور ديال فيرب افوار في الفرنسي، يعني انا كديكلاري بان فيك شي حاجه، ملي كتبغي تنعت بان فيك شي حاجه ولا انت عندك شي حاجه فيك ولا عندك. مثلا الفيربو هو تينير كيتصرف جو تينغو تو تينيس ال تيني اي والاسماء لي بيرسونيل اللي احنا ما نحتاجهمش هي nosotros حنايا nosotros tenemos vosotros tenéis ellos tienen. هاد هما ثلاثه ما حفظوش، حفظ عين الولا ثلاثه الولا جو تو يال ولا ايا هي ولا هو، هاد اللي نستعمل جو تينغو تو تينيس ال تيني، فلا تستعمل هادي. ملي بغيت تسقسي مثلا بحال هكا بحال كنا قبيلتي عبدي بغيت تسقسي واش هاد الماكله هادي فيها الحلوف، فيها الحلوف غتقول له تيني سيردو ولا تيني خامون، وغيقول لك سي او نو، ما تقولوش خامون سي، غيقول عقله واش كتسقسي واش هذاك الشيء خامون، غيقول لك لا طبيعة الحال، غيقول لك لا ماشي خامون ولكن هذاك الشيء فيه الخامون من داخل، خصك تسقسيه واش فيه الخامون واش فيه الحلوف، ما تقولوش واش هذا حلوف، طبيعة الحال تكون مثلا خبزة ولا شي أكلة ولا شي حاجة تقول له واش هذا الحلوف، غيقول لك طبيعة الحال يقول لك لا ماشي الحلوف هذاك شي أكلة واحدة أخرى، ولكن خصك تسقسيه واش فيها الحلوف، واش فيها الحلوف غتقول له تيني خامون واش عنده خامون، يعني واش فيه الحلوف ولا اش فيه الحلوف، غيقول لك سي ولا نو. كذلك بغيت غتحتاج هاد الفيرب هذا حافظ فيرب اواغ، مثلا بغيت نعت بانك انت عندك شي حاجه، مثلا يوقفك يقدر يوقفك البوليسي غيقول لك واش عندك الوراق، غتقول له جو غتقول له تينغو فيسا دو تينغو فيسا دو، يعني الفيزا تينغو عندي الفيزا، يعني عندي شي الوراق، اذا وقف عليك مثلا تقول له عندي فيزا، يعني تينغو فيسا دو. طبيعة الحال غنبقاو في نفس المطعم كذلك وغنبغيو نعبروا على الحاجة جوج كلمات غنحتاجوهم باش نعبروا واش هاد الوجبة ولا أي حاجة ولا السيرفيس ولا أي حاجة ولا حتى الشخص نيت اللي سرباكم دعنوا له واش هو سيء أو جيد. بوينو مالو، عجبتك شي حاجة يعني بغيتي تبين له بأنك عجبتك غتقول له بوينو، كوميدا بوينا، كوميدا مالا ما عجبتنيش يعني سيئة، كوميدا بوينا يعني مزيانة. كذلك في الاخر ملي عندنا كلون سالي طبيعة الحال غادي نعلقو لا اخواتي طبيعة الحال عطلب يتحاسب معك الكاميريرو، عاد سقسيه بحال اللي قلنا قبيلاتي، عاد عيط له اذا كان هو داير ولا جالس شي موطع، عاد عيط له بيردونا، عاد على يدك وتعيط له بيردونا عيجي لعندك. ما تحتاج ما تقولوش حك اللي ما تش حاجه، تقول له لا كوينتا بور فابور، هاد الكلمات اللي استعملناها ما تقعد تستعملها دو ساعه، لا كوينتا بور فابور، لا كوينتا هي الحساب شحال حسبتي عليا، لا كوينتا بور فابور بيردونا لا كوينتا بور فابور، يعني هاد الكلمات استعملناهم هما اللي نحتاجوهم دائما، يعني الكلمات كيف قلت لكم الاكثر شيوعا. كذلك حنا المغاربه باش معروفين معروف بطبيعة الحال بالشكاوي، كنتشكاو بزاف اخواتي لذا جبت لكم جوج كلمات اللي غتشكاو بها راه تدوزوا بها اسبانيا كامله كتشكاو، هي كلمات غاليه بزاف بزاف غلا عندكم، وهي كلمات كارو، ودائما كتزيد مع هذيك وتزيد بزاف هي كتقول موي كارو غاليه بزاف. الكلمه الاخرى المعاكسه ديالها ما نحتاجوهاش هي باراتو، يعني هي رخيصه، باراتو عمرنا ما نقولوا باراتو، احنا مغاربه ما كنقولوش باراتو، كارو موي كارو هي غاليه بزاف.
كلمة الكلمة هذه تبدأ لكم هنا يا تعلموها. كذلك الكلمة الأخرى اللي نتعلموها هي احنا في شقوطة عجبتنا المنظر أنا والأصدقاء ديالي ولا أنا والزوجة ديالي ولا أي واحد معايا بغينا شي واحد يصورنا نطلبوا شي واحد يصورنا بحال اللي قلنا قبيلتي شي واحد دايز كيجري ولا دايز كيتسارى عتقول له بيردونا عتوقفوا عيقول لك سي عتقول له أونا فوتو بور فافور عتمكن له لاباري ديالك عتقول له أونا فوتو ولا تليفون قول له أونا فوتو بور فافور عيعرف عيجي وعيصور هذه سهلة مهلة أونا فوتو معروفة يعني ما نحتاجو شي هذا الكلمة الأخرى كذلك بطبيعة الحال تصورنا عندنا تصور وعري في سناب شات في الانستغرام ضربنا هيدا جبرنا قال بغينا نصيفطو تصويرة قالتلنا إن اعتمادكم غير كافي لإجراء هذه المكالمة المرجو تعبئة بطاقتكم نوصيك معشري المهم في هذه الحالة خصنا طبيعة الحال خصنا نديرو الروشارج الروشارج بالإسبانية هي الريكارغا ريكارغا يعني عمشي لأي لوكوتوريو هي الأماكن فيك يتبع فيها الروشارج عمشي لعندو عتقول له أونا ريكارغا بور فابور سهلة ريكارغا هي الروشارج واي عمركم أعطيكم بالرقم إذا ما كنتش كتحفظو كتعرفوش الأرقام كتب الرقم وخليه دايما في الورقة باش تعطيلو عطيلو غير الرقم قول له الريكارغا إذا قالكش حتى ثمن تقول له 5 أوروز الريكارغا 5 أوروز ولا 10 أوروز ومن بعد كتقول له الكومبانية اللي فيها انتينا واش جاستيل فودافون موبي ستار لحسب الكومبانية ولا الشركة اللي عندك انتينا الكارطة ديالها وطبيعة الحال ملي غنكونو في شي موطع بوبليك ولا في الأوتيل اللي فيه حنايا طبيعة الحال غنحاولو نقتصدو هذيك الروشارج اللي عمرنا طبيعة الحال لا لذا غنستعملو طريقة السعاية السعاية خواتي السعاية عاد نمشي عطلب الويفي الكود الويفي من عند الريسبسيون ديال الاوتيل عطلب له الكود الويفي باش عطلب الكود الويفي بالاسبانية هي كوديغو ويفي كوديغو ويفي عتقول له عتمشي لعندو اولا كوديغو ويفي بور فابور عيفهمك شنو قلتي هيعطيه لك اولا كوديغو ويفي بور فابور كوديغو ويفي بور فابور هيا يعطي لك الكود ديال الويفي وفي الاخير الكلمات اللي غنتعلمهم هي طبيعه الحال غنمشيو عندنا ما نشريو ريكويردوس ولا سوفونير شي واحد العائله ديالنا في المغرب غنشريو لهم واحد سوفونير اللي خصنا ضروري غنمشيو شي اماكن باش نشريو حوايج حويجات اي حاجه المهم غتجبر بعض الحاجات ما فيهمش الثمن لذا الثمن بالاسبانيه هي بريثيو دائما غتسقسي غتعليك الحاجه اللي خصك تسقسي على الثمن ديالها غتقول له por favor perdona por favor precio اي فهمك اي قول لك الثمن ديالها قد وقد por favor precio perdona por favor precio اي قول لك الثمن ديالها وكذلك الكلمات اللي غتستعملوهم معاها هي مثلا تشريو مثلا شي حوايج ليكم لراسكم ولا سبادرين ولا اي حاجه ضروري خصكم تشوفوا عجبكم شي حاجه طبيعة الحال تجيبكم كبيرة ولا صغيرة عليكم غتبغيو تسقسيو على لا طاي ولا الطاية كيف كنقولو حنايا الطاية إسبانيا هي طاية مثلا قيستي شي سبادرين جات لك تينا كتلبس 46 وهي 43 غتقول له خصني 3 طايات زايدين باش غتقول له غتقول له بور فابور 3 طاياس ماس بالإسبانية زايدة ولا ناقصة هي ماس مينوس جات لك كبيره قيستي الطايات 43 جات لك كبيره خصك تنقص جوج طايات غتقول له بور فابور دوس طايات مينوس بور فابور غيعطي لك هذيك الطايات ناقصه انا كيف قلت لكم الثمن بريفيو طايه هي الطايه واش تقول له باش تعبر على طايه ناقصه خصك طايه ناقصه ولا زايده غتقول له مينوس او ماس ماس زايده مينوس ناقصه كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الدرس اليوم وان شاء الله هذا الشيء دائما سجلوه ان شاء الله غنفعكم هذه هما الكلمات اللي يعني اللي داروا في بالي بانه تقدر نفعكم بزاف يعني اذا شبرتي الكلمات هذه انا نقدر ديباني راسك تماك المهم اذا بقى شي كلمه اكثر رواجا ولا اكثر شيوعا ما ذكرتهاش كنتمنى انكم تخليوها لنا في لي كومونتير باش ان شاء الله نقدر نعدلكم جزء ثاني من هذه الحلقه هذه وتعرفوا اشياء ونعطيكم نصائح الاكثر الكلمات الاكثر شيوعا اللي تقدر تستعملوها بزاف وما تاخذش منكم الوقت بزاف كنتمنى يكون عجبكم الفيديو والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.